أعزائي المشاهدين، اليوم ومن مسرح المجاز في إمارة الشارقة راح نكون في مقابلة خاصة مع أحد قامات الطرب العراقي الأصيل، الفنان إلهام المدفعي الذي بدأ مسيرته الفنية منذ أكثر من نصف قرن. لنتعرف على هذه المسيرة من خلال هذه المقابلة. اهلا وسهلا فيك معنا استاذ الهام. طبعا انت اليوم اطربنا خلال مسرح المجاز، مسيره فنيه لاكثر من نصف قرن، مريت في بمراحل عديده من خلال هذه المسيره. نتكلم بايجاز عن مسيرتك الفنيه وايضا اليوم في مسرح المجاز في الشارقه. نعم اكيد، هاي اول مره اسمعني من نصف قرن، يعني كنت اتصور 50 سنه غير شكل، بس نصف قرن نفس الشيء. حقيقة مسيرة طويلة، وشفنا الزين والشين وكذا، أنا بديت من يعني نعومة الثاري، يعني بديت أتعرف على الوتر وهالآلة هذه، يعني نشأت وياها وأنا علمت نفسي كل المسائل هذه، يعني ما صار عندي استاذ او معلم او كذا، انا اخذ من الناس اشوف والاحظ واكسب، يعني اكسب من عندها. والحقيقه الوقت اللي قضيته مع الاله هاي هو مو قليل، يعني وقت كبير، ان كان بالبيت ولا كان خارج البيت ولا كان في اي مكان بالدنيا هذه. والحمد لله هو تعالى مو سهلة بس لطيفة، بس أنا طوعت الجيتار إلى الموسيقى العربية قبل ما غيري سواها في، يعني غير مكان حقيقة في الستين، أنا كنت من الخمسين، من الخمسينيات. وطبعا الإعلام هو يأخذ الدور غير شكل، بس كانت هناك متعة في يعني مصاحبة النغم الشرقي مع الجيتار والهارموني وكذا، وأيضا النغم الشرقية كانت لها جزء كبير من الغناء، يعني الغناء والعزف والحمد لله. أستاذ إلهام، أنت التزمت باللهجة العراقية، هل لاحظت انه كانت عائق للوصول الى اكبر قدر من الجمهور؟ اي نعم، ليش لا؟ طبعا اللهجه العراقيه في اعتقادي من اللهجات الصريحه والواضحه، لهجتنا يعني احنا عندنا تصرف في اللغه، وحسب ما شفت يعني اكثر من اللغات الثانيه، و يعني ماكو داعي طبعا ابدل لغتي لكي اصل الى مرحله معينه، لا ما ابدا، يعني وطرحوا علي هاي المواضيع قبل، ومن غنيت السيد درويش يعني قلت انه هذا السيد درويش طبعا وباللهجه المصريه وكحسب الاصول طبعا، لكن هذا فتشي انا دا اقلد الموسيقى الاصليه، بس يعني التزمت باللغة العراقية، ومو قليلة الأغاني العراقية الموجودة عندنا واللي ممكن الناس بدأت تتعرف عليها في كل أنحاء البلدان العربية، ويلاحظون الفرق بين لهجتنا ولهجات غير وكذا، بس الحمد لله واظبنا عليها. تأثرت بالشيخ عبد الباسط عبد الصمد؟ نعم. تأثرت بصوت الشيخ عبد الباسط؟ نعم. عبد الصمد قديما طبعا تأثرت بصوت المقرئ المرحوم،
عبد الباسط عبد الصمد، يعني فعلا وكان من مناسبة معينة في بغداد، وأنا كنت صف رابع ابتدائي وخامس ابتدائي، وكان مناسبة حزينة يعني عبد الباسط والشعشاعي والشعشع، فبدأت أقلد صوته وأحاول نفس البيتش كذا، وكان صديقي معايا يعني نقوم نتنافس على الموضوع هذا، فكانت هي ممكن نعتبر أن البداية اللي كنت أحب أغني يعني. هل هناك أي جديد في مسيرتك الفنية القادمة أم سنكتفي بما قدمته لنا من أغاني وألبومات سابقا؟ أكيد نحن في كل شيء يعني إذا تلاحظ في كل شيء عندنا شيء يختلف عن القبل، وماكو عندنا شيء ريبيتيشن، يعني إذا كان قانون إذا كان نائي وإذا كان بيع كل شيء جديد يتصرف بشيء جديد، وناخذ وننطي، والأصوات اليوم الفرقة أكثر ثابتة يعني من قبل الحمد لله. أهلا وسهلا.